السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال كيفاش تربيوا الارانب ديالكم بواحد الطريقة اللي تعودوهم عليكم، وتا منين تبغيو تشريوهم يعني من السوق ولا من عند شي واحد كي يبيعهم. عند الارانب كيكون عندهم واحد المشكل، الا هو انهم كيكونوا إذا قربتي لهم يدكم هكا كيكونوا شرسين بعض الشيء. أول حاجة، منين تبغيو تشريو الأرنب ديالكم، حاولوا أنه ما يكونش يعني شرس بواحد الدرجة أنه يقدر مثلا يضرب، ولا يقدر تسمعوا منه واحد الصوت أنه كيحدث واحد الصوت كيبان لك بلي راه واعر، هذاك الأرنب واعر. وأكثرية في الأرانب يعني في النتوة، في الأرنبة إلا كانت عند المربي ديالها يعني تعرضت للضرب ولا تعرضت للمشاكل من طرف أكثرية، كيكونوا الصغار مثلا كيشدوا واحد عصا وكيبقاو يخلعوها ولا هادي، كنا متأكدين أن هذاك الأرنب راه ما غاديش يصدق لكم، على حسب أنه غادي يبقى يضرب ولاده، تقدر تاكل ولادها. راه كاين المشاكل ديال الأرنب كتاكل ولادها. لذا أنا كننصحكم شريو أرانب يكونوا هاديين بحال دابا هاد الشكل هذا، حيت انايا شاريها هادي من السوق. هادو اللي هنايا تبارك الله هما وليداتها، دابا راهم عندهم واحد 3 شهور ولا شهرين ونص تقريبا. انا غادي نلاحظوا ان هاد الارنبه حيت انا ماشي ديالي وما معوداش عليا، ما حاولتش انني نضربها او نخلي الوليدات ديالي انهم يضربوها ولا يخربوا فيها ولا، ولكن رغم ذلك هانتوما ملي كنقرب لها يدي، شوفوا اسمو دارت، شفتي قفزت مني، لان انا ما مربياش عندي في الكاج ديالي وما ما تعودتش عليها. هذه دابا ارنبه راها ماشي شرسه ولكن خايفه مسكينه، لان تقدر تكون تعرضت في الصغر ديالها لشي مشاكل، ان بقاو الضرب او بقاو يغزوها بشي خشبه مثلا، ولا لان الوليدات كيصحابو هذاك هو اللعب. هي تبارك الله ها هي راحت الوليدات ديالها حتى تفطموا والمسائل مشات مريقله، ولكن راه كاين واحد، كنا متاكدين ان كاين واحد الارانب اللي كيكونوا شرسه بصح. انا راك دازت عندي واحد الارنبه اللي سبحان الله الا مشيتي تقربتي حداها راه تقدر اما تطير عليك اما تقمشك اما هذيك. انا حاولت انني ما نعشرهاش يعني ما نحطهاش مع شي ذكر ونخليها تولد، لان انا متاكد باللي ما غاديش. ان كاين اللي كتكون كتخاف، دابا هذا النوع اللي عندي انا هذه كتخاف، اذا كتخاف ماشي مشكل تقدروا تخليوها عندكم، ولكن حاولوا تبعدوا عليها لان في الصغر ديالها راه تعرضت لشي مشاكل. اما بالنسبه الارنب اللي شفتوه شرس، راه ماشي هذاك يعني انه حكا لانه صحيح، لا راه ماشي صحيح. هذاك الشرس راه يقدر يأذي لكم بعدا وليداتكم، الا مثلا الكاج بحال هكا وجي شي ولد صغير ولا يخشي يصبعو هنايا بحال هكا، راه وحده دازت عندنا واحد الارنبه راه كتقدر تطير على الواحد. هانتوما غادي نوريكم طريقه انني هاد الارانب ديالي انايا اللي وليدات هاد الارنبه هذه، حاولت انني نكون ودود معاهم. شوف واخا غادي نقيس فيهم لانهم تربوا عندي، هانتوما يعني من الاحسن انكم تشريو شي قنيه، ومنين تولد هذوك الوليدات كبروهم على يديكم، يعني منين يكبروا عاوتاني الخلف ديالهم يكون بشرط انه ما يكونوش بحال يعني يكونوا خوت وتزوجوهم. لا بحال دابا هنايا عندي هاد القنينات كنحاول ان وليداتي ما يضروهمش. هانتوما دابا واخا هذا يكبر يولي قد هاد الانثى هادي هكا تبارك الله، انا واخا هكاك ما غاديش يكون عندي مشاكل معاه، وكونوا متاكدين ان الا مشى حتى ولدات بحال دابا هذا راه ذكر، هذه هي انثى. هانتوما ان يمشي الى هاد الانثى هذه مشات ولدت، كونوا متاكدين انها غتراعي الصغار ديالها وغتكون مزيانه ودوده معاهم، وتا مع الوليدات ديالكم ما تخافوش عليها. هانتوما واخا كنقيس فيهم هما، ما كتحسوا بهم انهم يعني تتعاملوا معاهم مره مره، قيسوا فيهم هكا وليناتهم. هانت واخا كاع هانت واخا ما يهرب ما والو. اذا هذا هو الموضوع اللي بغيت نشارككم به هذا النهار. انا في انتظار التعليقات ديالكم،
وكنرحب بكل من شارك معايا واللي غادي يشارك معايا، وفي انتظار موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم، إلى اللقاء.